أما زينب أولى فقرتنا الطبية دائما أو أغلب الأوقات عم نخصصها للأطفال والإجابة على كثير من الأسئلة يلي الأمهات بدور بتفكيرهم، بعض الأسئلة يلي ممكن تكون شائكة نوعا ما. اليوم رح نحكي عن الطفح الجلدي أو الحساسية يلي بيعاني منها بعض الأطفال بتظهر على أجسادهم. السؤال، هل ممكن تكون هذا الطفح الجلدي هو مؤشر لأمراض أخرى عند الأطفال، خصيصا إذا بدنا نحكي لأطفال حديثي الولادة؟ هي الأسئلة أكيد رح تجاوبنا عنها الدكتورة لميا البزنة، أخصائية بأمراض الأطفال. يسعد صباحك دكتورة. صباح الخير. صباحك حلو. صباحك حلو يا رب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. يعني عم نحكي عن موضوع دائما الأم عندها مخاوف منه لما يظهر أي طفح جلدي على جسم الطفل. فأول شيء خلينا نعرف الطفح الجلدي وهل له أنواع؟ يعني مثل ما عم تقولي هلا، الطفح الجلدي بتجي من الشكايات المرعبه كثير للام، بتجي الام على العياده كثير مرعوبه لانه هي بالنسبه لها شغله شايفتها. يعني مثلا ملتهب بلعوم وبجوز هي ما لها شايفه التهاب البلعوم، شايفه في حراره، بس الطفح الجلدي شغله شايفتها الام قدامها، فبتجي كثير كثير مرتعبه، واحيانا يكون له اشكال يعني مرعبه. بالواقع هي اغلب الافات الطفحيه هي امراض بسيطه وعلاجها كثير كثير بسيط وسهل، وكثير احيانا ما بيحتاج كثير ادويه. هلا الافات الجلديه بالطفح الجلدي بشكل كثير بسيط، حنقول اما تكون افات حماميه، يعني بتكون افات نقطيه حمراء كثير منتشره على كل سطح الجسم، او افات حطاطيه. الحطاطيه هي بتكون مثل بقع حمراء صغيره مرتفعه قليلا عن سطح الجلد، يعني الام لما بتجسها بتلاقيها ناتئه شوي عن سطح الجلد، او افات شرويه. الافات الشرويه هي افات كبيره دائريه كمان بتكون مرتفعه شوي عن سطح الجلد، بكون محيطها احمر ويعني والمركز شاحب، على الاغلب بتكون دافيه، الام لما بتحط ايدها عليها بتلاقيها دافيه. والنوع الاخير من الافات الجلديه هي الافات البثريه، خليني ابسطها، بتقول الام انه معبيه مي، تمام؟ هي عاده بتكون كمان اندفاعات ولكن بداخلها سائل، اما ان يكون سائل رائق، بهالحاله بتكون مجرد افات بثريه، او ان يكون سائل قيحي مثل ما نشوفه بالقوباء الجلديه. فهي لمحه بسيطه لحتى الامهات تعرف فكره عن الافات الجلديه. طب شو بفيدنا هذا الحكي؟ بفيدنا كثير حتى نفرق بين الامراض. هون دكتوره يعني انت الام لازم تخاف انه هذا الطفح الجلدي هو شيء بخوف، لازم تمام. انا ادارك الموضوع، انت فينا نقول هو شيء طبيعي ممكن يكون ناتج عن ارتفاع درجه الحراره او اي مشكله بسيطه وعلاجها بسيط. تمام. حكيتي كلمه حلوه، يعني اذا بدنا نبلش باول افات طفحيه خلينا نقول طفح الحراره، تمام؟ او احيانا اللي بيلتقى بفصل الصيف بدرجات الحراره العاليه، الاطفال هدول بيعملوا طفح حمامي، يعني نقط حمراء منتشره بكل سطح الجسم او احيانا بمناطق معينه، هذا كثير بنلاقيه احيانا بالفصول الانتقاليه بين مثلا الشتاء والصيف او بين الصيف والشتاء، لما بتكون الام لسه ما استعدت انه بلش فصل الدفا، عم تلبس الطفل عده طبقات من الثياب، فجلد الطفل ما بقى بيقدر انه يتنفس، فبيعمل هالطفح هذا الاحمر، تمام؟ وكثير احيانا الامهات بيقولوا له هو طفح الحراره، هو مختلف عن طفح المرافق لامراض الترفع الحروري هلا بنحكي عليه. تمام. فاذا اول واحد من الافات الطفحيه البسيطه مثل ما قلنا هذا اللي بيلتقى بالجو الحار، او احيانا بسبب لدغ الحشرات بصير عندنا شيء اسمه اوكال الاطفال الحاد، الطفل بصير عنده لدغه حشره ناموسه او اي شيء بمحل معين، بيرتكس الجسم بشكل عام لكل هاللدغه فبصير عندنا طفح احمر. تمام. كل الافات الطفحيه اذا لم تكن مترافقه مع حراره فهي بسيطه وتؤشر على انه شيء تحسسي او ارتكاسي لمؤرج معين، بينما الافات الطفحيه اللي تترافق مع حراره بتقول انه في عندنا امراض انتانيه. من اشيع الامراض الانتانيه اللي بتترافق مع حراره وترفع وطفح جلدي هي الحصبه والحصبه الالمانيه وداء الطفح المفاجئ والجدري المائي. طب شو الفرق بيناتهم؟ الحصبه الحصبه الالمانيه بلشنا نقول انه ما عاد كثير نشوفهم لانه نحن الطفل بياخذ لهم لقاح اسمه لقاح الام ام ار ليحوي الحصبه والحصبه الالمانيه والنكاف، ولكن من فتره قريبه بلشنا نشوف ظهرت عنا جائحات لاصابه الحصبه ببعض المناطق لانه صار في عنا بعض ناس وفدوا من مناطق ما اخذ اللقاح، او في بعض اطفال نزل عندهم عيار الاضداد للقاح فصاروا بحاجه لجرعه داعمه من اللقاح. لهيك مثل ما شفنا كل فتره وفتره بصير في عنا حملات تلقيح وطني داعمه للقاح الام ام ار، لانه بلشنا نشوف كمان حالات من الحصبه والحصبه الالمانيه باعمار كبيره، باعمار المدرسه 15 و16 سنه، فلذلك اول شيء صار في توصيه باعطاء لقاح الام ام ار على عمر الخمس سنوات كلقاح داعم، ومثل ما شفنا مشكورين بوزاره الصحه دائما عم يعملوا حملات لحتى تغطي النقص لحتى نخفف من هجمات الحصبه. طب كيف بدها يعني الام يخطر ببالها انه هذا حصبه ولا حصبه المانيه؟ من مميزات الحصبه انه الطفل بيعمل حراره 3 ايام، بيكون عنده شويه سيلان انف، شويه احمرار عين،
بعد 3 ايام بتصل الحراره للذروه عاليه ل 40 درجه مئويه وبيطلع الطفح. الطفح بيكون احمر حطاطي شامل لكل الجسم وغالبا يشاهد كمان خلف الاذنين. الفرق بينه وبين الحصبه الالمانيه تقريبا نفس السير بالبطس، بس بالحصبه الالمانيه الطبيب بالفحص بيلاقي ضخامه عقد خلف الرقبه ممكن الام تجسها. حتى لو كان حصبه او حصبه المانيه العلاج كثير بسيط، ما بده دواء التهاب، ما بده دواء التهاب، ما بده دواء التهاب حيعيدها 3 مرات لانه هو عباره عن مرض فيروسي التهاب. تمام، فحياخذ خافت حراره شويه مضادات احتقان راحه بالبيت سوائل وحتروح القصه. هلا الاطفال بعمر تقريبا من 6 شهور لثلاث سنوات بينصابوا بشيء اسمه ضاء الطفح المفاجئ. هذا كمان فيروس لازم ينصابوا فيه الأطفال بمرحلة معينة من حياتهم، والإصابة فيه بتعطي مناعة دائمة. تظاهراته بيعمل حرارة 3 أيام، غالبا بتكون الحرارة عالية 39-40، بتكون مرعبة للأم. ما في أعراض تانية، بتجي الأم بتقلك ما عنده عرض، قد يكون عنده شوية سيلان أنف، ممكن الطبيب الفاحص يلاقي شوية احتقان إذن احتقان بالعم وأكثر من هيك. بعد 3 أيام بتنزل الحرارة، بتنخفض الحرارة بشكل كامل وبيظهر طفح على الجلد، طفح حمامي مثل ما قلنا نقط حمراء شامله لكل سطح الجلد بتدوم 24 ساعه غير حاكه وتزول. تمام، نعم. هذا الام احيانا اذا الطفل يعني الطبيب شايف احتقان اذن او بالعوم بيكون عاطيه دواء التهاب، لما بتلاقي الطفح طلع بعد 3 أيام بتفتح تليفون، يا دكتوره ابني تحسس من دواء الالتهاب. لما بنرجع عم ناخذ قصه مضبوطه انه نحن حراره 3 أيام نزلت الحراره وطلع الطفح، بنقول لا هذا ضاء الطفح المفاجئ وهذا بيقول انه المرض خلص. تمام. طب إذا طلعت بقعة معينة بأماكن محددة من الجسم، تمام، هي شري تحسسي، تحسس لشيء معين، وهذا على الأغلب بدون حرارة. ببلش الشري التحسسي مثل ما قلنا ببقع، بتبلش صغيرة بعدين بتكبر، مرتفعة عن سطح الجلد ودافية، وغادة بتكون بأكثر من محل. هلأ أحيانا بتكون موضعة بمكان معين، في أطفال عندهم شيء اسمه الشري الكوليرينجي، كولينيرجي عفوا، شو يعني؟ بيلتقى بالضغط بأماكن معينة، يعني الأم بتلبس ابنها كولون بتلاقي الضغط مكان المطاط، تمام؟ أو مثلا لبس ابنها كولون صوف هلا بالشتاء، مو معناته ما تلبسهم، بس في أطفال عندهم استعداد تحسسي أكثر من غيرهم، بنلاقي طفح شروي مكان الكولون، هذا بيلتقى أحيانا على البرد، بيلتقى أحيانا على الدفى، في كثير ناس على البرد بصير عندهم شري، على البرد بأماكن البرد، أحيانا بيكون الشري معمم، هلا الشري شكل الطفح فيه مرعب، حاك بشكل شديد، مزعج للأطفال، والشري واحدة من الآفات الطفحية اللي بدنا نقلها للأم ديري بالك على شغلة أكثر من شوي من الطفح الجلدي. عادة بيصير ارتكاس لمؤرج معين، إما أكل الطفل شيء محسس، مثلا أكل بيض، أكل شوكولا، أكل مكسرات، أحيانا بعد تناول السمك، ممكن يكون الطفل كل عمره بياكل هالشغلات واجا مره واكلها. احيانا بيكون لها دور تعرضه لاكثر من محسس، يعني اكل كميه كبيره من البيض واكل شوكولا، بتعرفوا الشوكولا نحن الكبار بنحبها فما بالك بالاطفال، احيانا بيكون تعرض لاكثر من مؤرج بيعمل هالطفح الشروي. هلا الشري طالما انه هو جلدي ما في خوف، تمام، منه سيتحسن، ولكن بنعطي مضادات حكي وشغلات تهدي الطفل، حمامات بمي دافيه، احيانا بنعطي بودره او كريمات ملطفه. بننبه الام لشغله واحده في حال حدوث الشري، في حال صار عند الطفل تورم شديد بالشفاه، في حال صار الطفل يشكي من ضيق نفس، معناته نفس الوزمه اللي صارت على الجلد ممكن انه تكون صارت بالاعضاء الداخليه، صارت بالحنجره، ممكن انه يؤدي لضيق نفس ويكون مهدد للحياه. حالة نادرة جدا وقليل كتير كتير انه نشوفها، بس يجب انه ننبه الام لها. هذا واحد بس من الافات الجلدية اللي يكون مترافق مع شيء داخلي، فمننبه الام انه ظهر هيك شيء. واحيانا الشري بيكون شديد ومعند وبنضطر كتير نحذف من المواد الغذائية ونراقب ارتكاس الطفل. هي اغلب يعني الافات الجلدية اللي فيني اقول انها معنا مرعبه كثير للام. دكتوره عفوا، نسمع كمان انه بالفتره الاخيره يمكن صور تناقلوها كثير من الامهات على وسائل التواصل الاجتماعي متلازمه اليد او القدم مثل ما سموها كثير من الامهات، شو هي متلازمه اليد والقدم؟ وبالاضافه انه كمان بعض الامهات عم يشتكوا من وجود يمكن بقع اغمق من لون الجسم الطبيعي، واللي طبعا عم يقولوا انه هي نتيجه نقص حديد، قديش هذا الشيء صح؟ وشو هي متلازمه اليد والقدم؟ اول شيء بشكرك انك سالتي عن هالمرض لانه شائع كثير بهالفتره، هو بشيع بالربيع وبالخريف وفي كثير يعني خليني اقول اقاويل عنه. داء اليد والقدم والفم هو مرض فيروسي يتظاهر بافات قلاعيه بسقف الحلق، وعاد ممكن انه تكون ايضا موجوده بالفم، ولكن افات القلاعيه تكون موجوده بسقف الحلق. ما يميز داء اليد والقدم والفم انه الافات الجلديه تظهر في باطن اليدين وباطن القدمين.
إذا بدي أقول كلمة مشان فرقه عن الجدري، الجدري عادة لا يظهر هون، الجدري يظهر على الصدر وعلى الظهر، هلأ بنرجع بنحكي شوي تاني على الجدري. فإذا ميزة الآفات الجلدية بداء اليد والقدم والفم إنه تظهر بباطن اليدين وباطن القدمين. آفات هي عبارة عن بثور، يعني آفات حويصلية معباية سائل رائق عادة غير حاكة، أحيانا كتير تظهر بين الأصابع، بين أصابع اليدين وبين أصابع القدمين. المشكلة بداء اليد والقدم والفم هو انزعاج الطفل الشديد من الآفات القلاعية بالفم، عادة بترافق مع ترفع حروري خفيف الحرارة في ملاعق كتير عالية مع سيلان أنف. اللي بيزعج الطفل صراحة هي الآفات القلاعية، يمنعه من أنه يتناول الطعام، ملاقي الطفل عنده إلعاب، عنده سيلان للعاب رافض الطعام. هلأ اللي بيجي مرعب الأم هي الآفات الجلدية، نحن منطمئن الأم هون أنه الآفات الجلدية بداء اليد والقدم والفم ليس لها أي إشكال مهما كانت شديدة ومهما أحيانا تقرحت، بعض مرممات لطيفة مثل البانتينول تكفي وستزول خلال 3 أو 4 أيام. أحيانا بنعطي مضاد تحسس خفيف لحتى نخفف إذا في حكة خفيفة، ولكن عادة هي آفات غير حاكة. ومننبه الأم أنه الآفات القلاعية ستحتاج 3 أيام لحتى تتحسن، لأنه هذا مرض فيروسي محدد لذاته. نعطي الطفل سوائل لطيفة، نعطي الطفل الأكل بشكل لطيف مطحون أو مثلا لبن أو شغلات خلينا نقول سهلة البلع. فبداء اليد والقدم والفم المشكلة عندنا بالآفات القلاعية، والآفات الجلدية ليس لها أي إشكال ومطمئنة. هلأ بيسألوني الأمهات معدي، إيه معدي ممكن أنه ينتقل ب إذا الواحد بوص الطفل ممكن ينتقل لأخواته إذا أخذوا تناولوا نفس الكاسة، فلذلك من إلا أول شيء بده يغيب عن المدرسة 2 3 أيام مشان ما يعدي باقي الأطفال بالروضة. والشغلة الثانية إنه أطفاله يعدوا عنه. مشكلة بالعدوى بس الآفات القلاعية لأنه مزعجة، يعني مشان ما يصير عند الأم 2 3 الصراحة عم بينقوا بوشها بسبب القلاع. حأحكي هون بنفس الوقت عن الجدري. طبعا الآفات بالجدري بتختلف عن آفات اليد القدم والفم، ولكن لما بيكون الجدري طالع فيه حبة حبتين لسه يعني لسه ما طلع ممكن كتير يختلط عند بعض الأمهات. هلأ الجدري مثل ما بنعرف كلياتنا كل الأطفال بمرحلة معينة بده ينصابوا فيه، حتى الواحد ممكن يكون كبير ومانو منصاب فيه ويصاب فيه. طبعا هلا حديثا صار في لقاح للجدري وله جرعات داعمه، الشخص اللي بيتلقح للقاح الجدري لن يصاب بالجدري بعدين، ولكن اللي ما اخذ اللقاح سيصاب فيه يعني هلا او بعدين. الجدري ببلش كمان بحراره خفيفه، سيلان انف خفيف، شويه تعب، وبتبلش الافات الجلديه. الافات الجلديه بالجدري هي كمان حويصلات وبقلب منها سائل رائق، ولكن عاده لها قاعده حماميه واسعه، يعني بنلاقي دائره حمراء وبقلب منها آفة حويصلية أقرب للمسررة، يعني كأنه لها هيك سرة صغيرة بقلبها. أغلب الآفات بالجدري بتبلش على الظهر أو على البطن، يعني بتبلش بالجزء المركزي من الجسم بعدين بتبلش تتعمم. طبعا لما بتبلش تتعمم آفات الجدري أغلب الأمهات تعرف تشخصها، ممكن طبعا تصيب فروة الرأس، ممكن تصيب قلب سيوان الإذن، أحيانا ممكن تصيب العين، ممكن تصيب المنطقة التناسلية. هلأ نفس الآفات اللي بتطلع بالجلد ممكن تطلع بالأغشية المخاطية، فبصير عنده الطفل صعوبة طعام. من هون بصير أحيانا نخلط بيناتهم لما بيكون لسه بس في آفة أو آفتين من الجدري وفي صعوبة طعام، بس الفرق بيناتهم مختلف. كمان بالجدري عادة السؤال اللي بيسألوني على الأمهات حجاوبهم عليه، ما بيترك ندبات دائمة أبدا إلا إذا ببعض حالات الطفل هو عمل يعني لعب بالحبة عملت انتان موضعي وتركت أثر بسبب انتان الموضعي دكتورة. تمام الجدري لا يترك أي ندبات، مسموح إلى أنه تحممه، يعني هذا المصطلح الشائع أنه بصير نحمم إذا الطفل يعني اضطرت أنه تعمل له حمام خفيف بدون ما تعمل دلك للآفات، حمام بمي فاترة بتريحه، بنعطي مضادات هيستامين شيء يخفف الحكة. إذا طبعا بنحمي عن المواد المحسسة خوفا من أنه الطفل بنفس الوقت يصير يكون عنده جدري ويصير في عنده تحسس لشيء معين. الجدري معدي من وقت ظهور الطفح ويبقى معدي إلى أن تتقشر كل الآفات، لأنه هذا سؤال دائما تسأله الأمهات، صار في عندها جدري بدها تروح تزور أهلها فبدها تعرف يعني تمام. من أصيبت بالجدري يعني إذا وحدة حامل وكانت على تماس مع طفل مصاب بالجدري، إذا كانت مصابة بالطفولة فهي ليس هناك خطر من أنه تصيب جنينة. إذا تعرضت لشخص مصاب بالجدري ليست هناك خطورة على الجنين إلا إذا أصيبت هي تمام. يعني إذا هي بتعرف أنه هي مصابة، لأنه هي أسئلة شائعة دائما بالجدري، إذا بتعرف أنه هي بتسأل إما هي مصابة بالجدري فإذا هي ممنعة. لو كانت حامل وكانت على تماس مع شخص مصاب بالجدري ما في خوف على الجنين،
بس حتى لو هي ما بتعرف حالتها المناعية ليس هناك خوف على الجنين إلا إذا أصيبت هي بالجدري، لأنه إصابة الجنين بالجدري ممكن يعملنا تشوه وخاصة بالثلث الأول من الحمل، ولكن في حال أصيبت الأم نفسها بالجدري. لذلك كتير أحيانا نحن عم ننصح صراحة أنه خذوا لقاح الجدري، لأنه مثل ما قلنا الشخص إذا ما انصاب هو صغير ممكن ينصاب هو وكبير، وإذا صدف وحدة كانت حامل وأصيبت ففي أذية على جنينها. ومن هون اجت فكره تدعيم لقاح الام ام ار، رح نذكره لانه بنفس المناسبه، لانه لقاح الام ام ار يحوي لقاح الحصبه والحصبه الالمانيه والنكاف، نصر على تدعيمه انه تكون البنات المؤهبات لسن الزواج اخذين لقاح الام ام ار، لانه الحامل اذا اصيبت بالحصبه الالمانيه او تعرضت لطفل مصاب بالحصبه الالمانيه قد تؤدي الى ازياد جنينه ويصاب بمتلازمه اسمها متلازمه الحصبه الالمانيه الخلقيه، عاده بيكون عندهم ضخامه كبد وطحال وافات قلبيه، فهي النقطه اللي بنصر دائما مشان هيك انه لازم يكون في تدعيم للقاح الام ام ار. حديثي الولاده دكتوره، يعني في كثير اولاد حديثي الولاده رضع لسه، تمام، كمان عندهم بيكون طفح جلدي، له اسباب معينه مثلا؟ كمان كثير مهم نحكي عن الطفح الجلدي عند حديثي الولاده. حديثي الولاده بينصابوا باكثر من نوع من الطفح الجلدي، اول نوع هو عبارة عن آفات حمراء بسرية يعني بقلب منها سائل ولكن سائل أصفر، بكثير من الحالات قد تكون هي آفات سليمة وتزول خلال يوم أو يومين أو ثلاثة. إمتى منقول عنا انتان جلد بالعنقوديات المذهبة؟ يعني هي اللي بتشبه القوباء، منقول عنا لما بتكون عنا منتشرة، لما ما بتزول خلال يومين، لما بتترافق مع ترفع حروري، كثير أحيانا بيصير عند الطفل ضعف رضاعة، فهذا اسمه انتان جلد بالعنقوديات المذهبة. العنقوديات المذهبة هي جراثيم متعايشة بشكل طبيعي مع الجلد. هلا أنا إذا بعمل مسح لإيدي ولإيدك بيطلع عنا عنقوديات مذهبة، هي موجودة متعايش طبيعي مع الجلد. عند حديثي الولادة أحيانا بتكون ممرضة لأنه لسه المناعة عندهم ما تطورت، في كثير أكثر من إيد بتتلامسهم، أحيانا بنقطوها من غرفة المخاض، فليس عليك مننبه الأمهات لما بتكون الآفات بسرية حاوي على سائل أصفر، مننبه الأم أنه بده سائل معقم، انتبهي لأنه هي ممكن أنه تعدي بعضها. الآفات الثانية اللي ممكن تظهر عند الأطفال هي اللي ذكرناها، هي الأكزيما عسر التعرق، هي عن آفات حبيبية صغيرة بتظهر على الوجه وبتظهر أحيانا على باقي الأطراف وما بدها أي علاج. والشيء الثاني اللي ممكن أنه يظهر عندهم بشكل كتير كتير قليل هي الآفات الأكزيمائية أو الأكزيما التأتبية، هي بتظهر عادة على الجفون، بتظهر على رأس الخدود، عبارة عن آفات متقشرة خشنة وعادة حاكة. تمام دكتورة، بدنا بس نعرف بعض الأنواع تغير لون الجلد. تمام. هل ممكن يكون هو عنوان لأمراض أخرى بيعاني منها الطفل، نقص فيتامينات معينة؟ أنا أسفة نسيت أجاوب هذا الشق، منيح ذكرتيني. تغير آفات الجلد المزعج هو تغير لون الجلد للأبيض اللي ممكن أنه يلتقى أحيانا بحالات البهاق، وهي اللي كتير كتير حالات خاصة، هي حتما بدها متابعة مع طبيب جلدية. ليس هناك علاقة بين تغير لون الجلد وفقر الدم بعوز الحديد أبدا. في شيء احيانا الاطفال بيكون عندهم شيء اسمه بقع قهوه بحليب، هي بتكون مترافقه مع امراض عصبيه بتكون وراثيه بالعيله، فهي كمان بحث ثاني يطول شرحه. ليس هناك علاقه ما بين البقع الداكنه الموجوده على الجلد وفقر الدم بعوز الحديد ابدا ابدا. الافات اللي يتغير فيها لون الجلد اللي منخاف وبدها متابعه هي تغير لون الجلد للون الابيض وثباته وتنقله من منطقه لثانيه. نحن بنشكرك كثير على كل المعلومات هيك اللي اطلعتينا عليها وطمنتي الاهالي ونبهتيهم على بعض الاخطاء الشائعه. ان شاء الله هيك يكون ما حدا مريض، ان شاء الله يا رب. امهات واعيات جدا، امين يا رب، ودائما على تواصل مع الطبيب المختص. شكرا لوجودك معنا دكتوره. شكرا كثير لكم لاضاءتكم على مواضيع كثير مهمه. اكيد شكرا لاسلوبك دكتوره يلي قريب يمكن من كل الامهات وقادرين يستفادوا من المعلومات القيمه، بعيد يمكن عن كثره الادويه يلي نحن يمكن كثير بنعاني منها وكثير بنخوف الامهات. لا الاسلوب بسيط والمؤشرات واضحه. شكرا لك دكتوره. شكرا كثير لك. شكرا.